وانا عارف ان في ناس كتيره منتظره على التليفون، فنبدا بمين معانا اول حد. اخي عمر، سلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا دكتور؟ اهلا بيك، اتفضل حبيبي. اهلا بيك والله يا دكتور عجالة، كده بحبك في الله والله، حضرتك انسان لطيف ومبتسم اشكرك ودقيق في الشرح، وعندك كمان ربنا يبارك فيك اشكرك يا رب. حبيبي، احبك تذهب تاني فيه، اتفضل. مش هعطلك دلوقتي، اتفضل. انا مخزن فلوسي في عملة تانية لاكثر رواجا من عملتنا في الظروف الصعبة اللي احنا فيها دي. تمام. بيجي وقت العملة دي سعرها بيرتفع، بروح ابيعها بيطلع لي منها مكسب بفضل الله. تمام. هل الفكرة دي في حد ذاتها حلال أم حرام؟ وثم هل التعامل مع البنك في إن أنا أبيع له هذه العملة أو أشتري منه هذه العملة حاضر. برضه حلال أم حرام؟ وهل لو اتعاملت مع البنك اللي بيسمي نفسه بنك إسلامي، هل ده يفرق عن أي بنك تاني ولا لأ؟ كتر حاضر يا خيرك يا حبيبي، دكتور. حاضر يا حبيبي، أهلا بيك، اتفضل. أهلا بيك، شكرا. السلام عليكم ورحمة الله. ناخد أختنا راشية، السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا شيخ؟ أهلا بيكي. ربنا ينفعك بما علمتنا إن شاء الله الله يكرمك جميعا يا رب ويزيدك بإذن الله. بارك الله فيك يا راشية. بقول لك ايه، في شباب بتبوس بتقبل يعني ايدين المشايخ وكده، هل ده هو حلال ام حرام؟ وهل عشان انا تناقشت مع حد يعني في الامر، فبيقول لي هاتي لي حديث او هاتي لي ايه ان هو حرام، هل هو في حديث او في ايه ان هو كده؟ طب وانا قلت حرام عشان اجيب حقيقة حديث يا رشا؟ لا، بقول لك يعني انا هل هو حاضر. حرام ام حلال؟ حاضر يا بنتي، حاضر. شكرا، السلام حاضر، عليكم. اتفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اخي عمر، ربنا يا رب يكرمه ويبارك له، اللهم امين. دلوقتي انتوا عارفين انه صارت العملة محررة، فما فيش مشكلة خلاص. انت حضرتك شايف انك تغير فلوسك، انت حر، ما فيش اشكالية. هتتعامل مع البنك، ما فيش اشكالية. هتحط فلوسك بعد كده في بنك اسلامي ولا بنك رافع راية اسلامية وبنك اخر، ما فيش مشكلة. اتفقنا وقلنا الكلام ده كتير ومرارا بانه البنوك كلها سواء، فلا اشكالية. وضع المال فيها والاستفادة وتغيير العملة منها او تغييرها برا، صارت العملة خلاص الان حرة، فريزة ما بيقولوا، فما في إشكالية خالص. ومصلحتك لا تضر الوطن، ما فيش مشكلة خلاص. هنتكلم على التجار الكبار اللي بيلموا، اللي كانوا بيلموا العملة من السوق، فيحصل نوع من الاحتكار أو نوع من النقص في العملة فيرتفع سعرها فجأة لأجل هذا. إنما كأفراد بيعملوا الكلام ده لمصلحتهم لا يضر إطلاقا، خاصة أن الدولار تحرر خلاص والجنيه تحرر، ما عادش فيه عندنا سوق سودة ولا الكلام ده كله، فلا إشكالية. مرة تانية أخي عمر، ربنا يكرمك، التعامل مع البنك في الاستثمار جائز، ما عندناش مشكلة. أي ما كان بقى، رافع راية إسلامية، ليس رافع راية إسلامية، بنك حكومي، بنك عادي، لا إشكالية. الإشكالية كلها عندنا في القروض، فابعد عن الاقتراض، الله يكرمك، وتعامل مع البنك ولا إشكالية، وربنا يبارك لنا ولك ويهيئ لك الخير، اللهم أمين. مش عايز حد بعد الحلقة يتصل بي يقول لي لا مولانا إزاي ومش إزاي. عندما نفتي بفتاوى لا نقول انها حكم ربنا، احنا بنقول ده راينا، فاللي مرتاح له ياخد بيه، اللي مش مرتاح له لا يضره ابدا. وانا لا اوجب على الناس ان ياخذوا بفتواي، انما احنا بنقول ما نراه صوابا والله اعلم بالصواب. وفي النهايه دايما وهنقول الله اعلم، لكن نعتقد ونحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، ويغلب على الظن أن ما قلناه صحيحا وهو ما نقتنع به، والله المستعان. بنتنا رشا ربنا يكرمها يا رب، بتتكلم عن بعض الشباب بيقبلوا ايدين المشايخ. هو مش بس الشباب يا بنتي، ده فيه شيوخ كبار في السن، يعني رجالة كبار في السن بيقبلوا ايدين المشايخ الشباب. أنا شخصيا أنا لا أرتاح لهذا وأرفض هذا، ما بقبلش إن حد يبوس إيدي، ما بقبلش. لكن هل في هذا حرمة؟ لا، ما فيش حرمة يا بنتي، لا حرمة في تقبيل المسلم ليد من يحترمه على سبيل الاحترام، على سبيل الاحترام والإكبار. يكبر رجل لسنه، ما بنقبل إيد والدنا ولا إيد جدنا ولا الكلام ده كله، هذا جائز، فيش إشكالية خالص. يقبل الرجل يد زوجته عطفا وحنانا وإظهار للمحبة. يقبل الإنسان العادي يد العالم إكبارا لما يحمله من العلم، لا حرج. هي الإشكالية إنه بعض المشايخ بقت المسألة بالنسبة له عادة، فيبقى قاعد حاطط إيده كده، وحبذا بقى لو ماسك العكاز عشان تبقى إيده مريحة يعني،
ويجي الشاب من بعيد ولا الراجل من بعيد يروح قاعد بايس وقايم ماشي وهكذا. هو ده الشيء الحقيقة اللي النفس لا ترتاح له اطلاقا. انما من باب الاكبار سواء كان اكبار السن او اكبار العلم الذي يحمله العالم او الشيخ فقام بتقبيل يده او قبل رأسه او قبل جبينه فلا حرج، فلا حرج في هذا، لانه الاحترام واجب، ما عندناش اشكالية فيه. لو ان الشيخ هو الذي يطلب هذا من تلامذته ولازم تقبلوا ايدي، لا ما ينفعش. ما يقال في التقبيل هذا يقال في القيام. النبي عليه الصلاة والسلام قعد معاه الصحابة أو مجموعة من الصحابة الأنصار، جاء سيدنا سعد من بعيد فقال لهم نبينا صلى الله عليه وسلم قوموا لسيدكم، قوموا قبل سيدكم. سيدهم في المقام وفي السن وفي الوجاهة، وكان سيدا في قومه قبل حتى الإسلام، وخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. فسيدنا النبي بيعلم الناس الاحترام مش تقديس، التقديس لشخصيه هو عليه الصلاة والسلام لأنه نبي مؤيد بالوحي معصوم، التقديس للنص الإلهي والنص النبوي. إنما العالم في شخصه لا يخطئ ويصيب. الشيخ مهما كان شيخ طريقة ولا شيخ جامع ولا أي حاجة، هو في النهاية بشر يخطئ ويصيب، فلا قداسة، لا قداسة. لكن في احترام، في احترام لما يحمله الإنسان من علم، في احترام للسن إذا كان كبيرا في السن. وكلمة شيخ جاي من هنا على فكرة، كلمة شيخ جت من كده أصلا. الشيخ في اللغة العربية بتطلق على كبير السن، في مقابله المرأة يطلق عليها عجوز. يعني ما ينفعش يقول على الرجل عجوز وهذا بعلي شيخا، وقبلها تقول أألد وأنا عجوز ستنا سارة، فأطلقت على نفسها عجوز وأطلقت على زوجها شيخ. فالرجل لكبر سنه يقال عليه شيخ، المرأة إذا كبرت سنها يقال عنها عجوز. خلاص، وده معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل المرأة لا تدخل الجنة عجوز، يعني مش هتخش وهي في سنها الكبير ده، هترجع شابة. استعير مصطلح الشيخ للعالم بالشريعة، واستعير أيضا لزعيم القبيلة حتى لو صغير، واستعير للزعيم السياسي في بعض الدول، الأمير يسمى شيخ مثلا يعني، أو أمير المنطقة دي يسمى شيخ. فهي هو لقب وضع للمكانة. وإن كان النهاردة الشيخ دينيا ربما البعض يراه شيء عادي وما فيش الاحترام ولا شيء على الإطلاق، ما فيش مشكلة. بس على كل حال مسألة التقبيل، مسألة الاحترام، مسألة القيام، القيام حتى للقادم، إن الجالس يقوم للقادم لا حرج فيه على الإطلاق إذا كان القصد من ذلك إكبار العلم أو إكبار السن. ولا يطلب من الشخص الآخر إن أنا بقى قاعد كده تعالوا بسوا إيديا أقفوا أنتوا بتكلموني، لا ده نوع من الكبر لا ينبغي ولا يجوز والله أعلم. ناخد الست زينب، سلام عليكم. عليكم السلام، ازي حضرتك؟ أهلا بيكي. من فضلك بس سؤال في المراس. تؤمري. الله يخليك. أنا والدتي توفت وسابت مبلغ من المال. البقاء لله يا فندم. ونعمة بالله يا حبيبي. ففي بنتين وولد دول على قيد الحياة. نعم. وفي بنت وولد توفوا مسايبين أحفاد. بنتين وولد على قيد الحياة. تمام. وبنت وولد اتوفوا. تمام. وفي أحفاد. طيب. فهل الأحفاد ليهم حق في المبلغ اللي أم سايباه؟ طيب السؤال الله يبارك لك، الحاجة الله يرحمها. أيوه. كانت تنازلت عن نصيبها في البنت والولد اللي ماتوا؟ لا ما تنزلتش. طيب نمرة اتنين، هل أيوه. أوصت للأولاد بشيء؟ لا. طيب الله يبارك لك. حاجة تاني؟ لا شكرا. تؤمري. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. مين؟ أستاذ محمد. سلام. نعم. ست محمد سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا فندم. لو سمحت حضرتك عايز أسأل سؤالين. تؤمري. انا متعودة ان انا اسمع اذات القرآن الكريم فبسيبها لغاية وانا نايمة. انا نومي من النوع الخفيف. كنت بصحى بالليل الاقي نفسي بردد الايات القرآنية، اسمع حديث، اعمل وبكمل نومي، وربنا مديني القدرة الحمد لله ان انا بقوم قيام الليل من يكرمك ربنا وبكمل والحمد لله. ف
فأحد المشايخ قال لي لا حرام ان انت تشغليه وانت نايمة. فانا بفتحه دلوقتي من ساعة لما بقوم من ال ليه قال لك حرام ليه يا ام محمد؟ القيام بيقولي لا انت نايمة ما تفتحوش وممكن الجن بيجيكم كده بيسمعوك الجن المسلم بيجي يمكن ايه؟ ممكن ايه؟ الجن المسلم اه بيجي على يسمعوا القرآن اه ويسمعهم وكده وانت ما بتسمعيش القرآن. كلام كلام غير صحيح. نفسي بقوم بلاقي نفسي بس بقول آيات قرآنية بقلق بسمع حديث أكمل سمعه. لا يا أمي افتحية مش أي مشكلة يا أمي. وبعدين دلوقتي أنا بفتحه وأنا بعمل قيام الليل برضه وأنا قاعدة بقرأ قرآن وبقرأ قرآن وكده وبرضه بسمع حاجة وكده. فهل حرمانية عليا إن أنا ما بسمعش القرآن مثلا اللي بيتذاع أو حاجة اني بقى مركزه في القران انا معايا بس بلاقي في حديث او بلاقي في حاجه وكده انا مركزه في القران بصدق وبقعد اسمع الحاجات اللي بتتقال. حاضر يا ام ده حاضر. بعد اذنك سؤال حاضر. تاني سؤال حضرتك اتفضلي. بيقول سيدنا علي بيقول من ان احنا نخاف ربنا. نعم. ففيه ايه ان انا احب ربنا وما اعملش الغلط عشان انا بحبه؟ يعني والله المثل الاعلى انا بحب بابا فما بغلطش عشان انا عندي 62 سنه الاول. تمام. ما بعملش حاجة غلط عشان ما زعلش بابا. تمام. والمهل الأسف للمثل الأعلى أنا برضو ما بحبش يعني طبعا أنا بغلط وكل حاجة بس إلى قدر الإمكان وقدر استطاعتي إن أنا برضيه بكل حاجة. تمام. وعندي يقين من ربنا أنا يمكن عاملة أقول لك 11 عملية 12 13 أمراض كتيرة جات لي بس عندي يقين إن ده حب من ربنا إن هو حابب يديني ثواب أكتر. الله. وحابب يختبر إيماني. الله. وحابب يختبر حبي إذا كنت بحبه ولا لأ. ربنا يكرمك. كل مرة فأنا حاسة إن أنا حب إن أنا بقول له لأ أنا بحبك وعارفة إن أنت أمر المؤمن كله خير وإن أنت بتجازيني عن كده. وان انت عارف طاقتي ايه مش هتديني فوق طاقتي لان انت اللي خالقني. ادعي لنا يا ام محمد ربنا يكرمك لان عارف ان صبري لغايه فين. نعم. ويقيني بيك ان انت مش هتضرني اكتر من ان انت عامل لان الام رحيمه على اولادها انت ادتنا 1% وعندك 99% ونعم بالله بس حالها هيكون عندك هتأذينا او هتعمل فينا حاجه وحشه. ماشي يا سيدي. امر المؤمن كله خير فانا بقول ان انا مش بقول ما بخافش إيه لا بس بحبي اكتر من الحب أي غالب الحب غالب انا ما بحبش اغلط قدر الامكان طبعا انا بشر بس ما بحبش اغلط عشان انا بحبه خليه يغلب يا ام محمد ربنا يكرمك بحب اشكره بطريقتي ان انا اصلي ركعتين زياده اطلع صدقه اعمل حاجه ده شكر لربنا وهديتي له وطبعا مهما اعمل مش هديله واحد من الملايين من اللي هو بيعمله له. طب ادعي لنا الله يبارك لك يا محمد ادعي لنا الله يكرمك تفضل ربنا يكرمنا ويكرمك ويسترنا فوق الارض وتحت جميع. الارض يوم امين يا علي. رب امين يا رب بس دول سؤالين وانا اسعد انا طولت اهلا وسهلا شرفتينا شرفتينا ربنا يكرمك يا رب امين ناخذ الست رقيه السلام عليكم ايوه وعليكم السلام ازيك يا استاذ اهلا بيكي حضرتك انا يعني ايه في الشتاء وفي البرد بلبس شراب وببقى امسح انا ست كبيره عندي 68 سنه اهلا وسهلا اهلا بيك فببقى اتوضى مره في اليوم وامسح على الشراب بسببين عشان البرد شهور البرد اللي جايه دي وعلشان بيحصل لي فطريات بين الصوابع مع كتر بلل تمام فهل ده يجوز ولا ما يجوز حاضر بس الشراب يبقى شيته كده تقيل شويه رجالي تمام شراب حريمي مش رجالي ماشي. رجالي شراب ماشي يا ست رقية حاضر وهجاوبك بالتفصيل ان شاء الله مسكرة جدا تفضلي تفضلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ربنا يا رب يكرم الجميع اللهم أمين الست زينب بتسأل في مسألة كتير أو بيسألوا عنها يعني يوميا بيجينا أسئلة فيها تتعلق بميراث أولاد الابن والبنت إذا مات الابن والبنت في حياة أمهم أو حياة أبوه الأزهر حسم القصة دي من عقود من عشرات السنين ووافق على قانون اتحط يا ست زينب في قانون الأحوال الشخصية اسمه الوصية الواجبة ولعلمكم الوصية الواجبة واخدة بالأساس أو منطلقة من موافقة الأزهر الشريف من عقود ومنطلقة بالأساس أو الأزهر منطلق من آيات عديدة من بينها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه هو في أقرب من أولادنا أولاد إخواتنا وأولاد
يعني ذكورا وإناثا ولا أحفاد اللي ميت وفي أقرب منهم؟ هو فيه مسكنة أكثر من فقدهم لأبوهم وأمهم في الوقت للتانيين بياخدوا خير؟ ولو إن إحنا سيبنا المسألة دي والناس كان عندها كرم وكل أخ من الموجودين وكل بنت من الموجودين راحت حاطة إيدها في جيبها وإدت من اللي خدته، اللي خد 50,000 طلع له كده يجي 10,000، فالعيال في النهاية خدوا مبلغ يوازي أو قريب من اللي خدوا الأحياء، كنا قلنا خلاص. إنما ده بيبقى واخد 500,000 ويدي 50 جنيه وهو اللي كان أديتهم. أديتهم إيه يا راجل الله يسامحك؟ اللي كان أديتهم ده أنا عيال أخويا ما سبتهمش، وتدور إداهم إيه؟ إداهم 50 جنيه، إداهم 100 جنيه، إداهم 500، وهو قبض 500,000 واخد أرض فدني ولا ثلاثة ورعتهم 500 جنيه، 1,000 جنيه، يقول لك أنا أديت. ساعتها بقى نقول لأ، يبقى فيه قانون يحكم ويفصل في المسألة دي. خلينا أطلع لفاصل وأرجع أشرح القصة دي بشكل مفصل وأقول هنا الحالة دي هتتقسم إزاي في ضوء الوصية الواجبة، وهاخد برضو بعض اتصالات بإذن الله لما يزال معنا وقت والحمد لله، لكن بعد الفاصل فتابعونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم من جديد. وقبل الفاصل قلت لكم فكرة الوصية الواجبة جت منين؟ جت من إننا عندي نص، وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمسكين فارزقوهم منه وما تمنوش عليهم وقولوا لهم قولا معروفا. طب إحنا مش هنعمل كده؟ البخل اللي مالينا للأسف أو كتير أو فينا بخلة، والمال زي ما أنتم عارفين الدنيا حلوة خضرة، ففي ناس كتير أو ما بتديش أو بتدي قليل، فاتعملت الوصية الواجبة. بتقول إيه الوصية الواجبة؟ يا ست زينب الله يكرمك، هنقسم التركة كأنهم موجودين، الولد والبنت اللي ماتوا كأنهم موجودين. يبقى أنا عندي بنتين وبنت ميتة يبقى 3 بنات، وعندي ولد وولد ميت يبقى عندي ولدين، وبالتالي هنقسم التركة على 7 أسهم. 7 أسهم، كل بنت تاخد سهم وكل ولد ياخد سهمين، والسهمين من 7 مع السهم اللي هتاخده البنت ما يزيدوش عن التلت. لو زادوا عن التلت نرجعه للتلت، ما زادوش خلاص نتوكل على الله وندي لأولادهم هذا المال. والزوجة ملهاش في القصة دي، لا الزوج ولا الزوجة. يعني البنت اللي ماتت في حياة أمها المال اللي هياخده ياخده الأولاد فقط، نصيب البنت ياخده الأولاد فقط، ونصيب الولد ياخده الأولاد فقط، لأن ده للأولاد ما فيهوش فيه حق لا للزوج ولا للزوجة والله أعلم. خلوني طيب آخد كان معانا اتصالين ناخدهم وبعدين نكمل بإذن الله عشان ما نطولش عليهم. ست منى سلام عليكم. حاجة منى معانا؟ يبدو طولنا عليها، بنعتذر لها، ولا موجودة معانا لسه؟ طيب أستاذة منى، يا حاجة منى. طيب ناخد الأستاذ مجدي، سلام عليكم. مفيش مشكلة إن شاء الله تابعونا تاني، معانا بعض الوقت مفيش إشكالية على الإطلاق. الست أم محمد ربنا يا رب يكرمها، أنا يعني أتمنى يا ست أم محمد ربنا يكرمك، إن ربنا يرزقني حبا إن شاء الله يكون مثل حبك وأكتر إن شاء الله لربنا سبحانه بهذا الشكل. مهم جدا يا إخوانا، مهم جدا نعود أنفسنا على حب الله سبحانه وتعالى، مهم جدا إن أولادنا يعبدوا ربنا عن حب مش عن خوف وعن قلق وعن فزع وعن كره. من دواعي الإلحاد كلمة فلسفية سمعتها من حد فيلسوف الحقيقة يعني، أو يعني لا تخصص في الفلسفة بشكل قوي، قال الإلحاد مش طبيعي. الشخص اللي ألحد هو بينكر الإله اللي خوفوه منه، لو احنا حببناه في هذا الإله مش هينكره. فست محمد ربنا يكرمها والقلب ما ممتلئ بالحب، ربنا يا رب يبارك لها، بتقول انا بحب ربنا اكتر من اني بخاف منه، هل ده غلط؟
خليني اخد اخي محمد وبعدين اقول لكم على القصه دي. اتفضل حبيبي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. الدكتور اتفضل. سالم اهلا بيك انت على الهوا. اتفضل يا استاذ محمد. بقول لحضرتك يا دكتور في شركة بتعطي اجر لدكتورة صيدلانية في مقابل استمرار الصيدلية تبقى يعني مفتوحة. بتاخد اسمها. بتاخد اسمها عشان تمام. عشان ترخص الصيدلية. عشان تجاز تمام. الصيدلية. تمام. تمام يا فندم. انا عايز اعرف مدى شرعية هذا الاجر. طيب. اللي بتاخده دكتورة الصيدلانية. حاضر حبيبي عينيا الاثنين. طيب. مرني بحاجة تاني. الله يبارك فيك. جزاك الله كل خير. وجزاك يا فندم. السلام عليكم ورحمة الله. حاجة سهير سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا فندم. ازاي صحتك يا الحمد لله في نعمة الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على كل حال. طيب يا شيخنا انا بترجاك. انا ظروفي صعبة قوي النهاردة ليا بنت. ممكن تسمعيني من التليفون. جوزها توفى شاب 30 سنة. لا لا لا. وسايب لها طفلتين صغيرين. ايوه. وكل مدة كده كل كام شهر تدخل المستشفى. عندها مرض نفسي. فهي دلوقتي في المستشفى. وممنوع مكالماتها او زيارتها او اي حاجة. اول طلب انا بطلبه منك. تدعي لها الهي يسترك تدعي لها تطلع لولادها. حاضر يا امي حاضر. تاني حاجة لي ابني الكبير ابن عمري. ما بيسألش عليا ولا عارف لحد الوقت ان اخته في المستشفى. لا حول ولا قوة الا بالله. انا بنده عليه يا شيخنا ما بيردش. لا حول ولا قوة الا بالله. وعيان عندي سكر وضغط وتعب اعصاب. واللي شايل الهموم دي كلها ابني الصغير عايش معايا. يبارك لك فيه ربنا. امير الله يبارك فيك. رساله لشريف. حاضر. مش عايز يصحى. حاضر. عدى الاربعين. لا لا الا الله. الله يسترك يا شيخنا. حاضر يا امي حاضر. تؤمري بحاجه تاني؟ ان شاء الله تعيش لينا. ربنا يكرمك. الله يكرمك يا امي. اتفضلي. السلام عليكم ورحمه الله. طيب انا هاخد اخر تليفون الست ليلى. وانا عنيا ليكي يا ست الكل. الحاجه سهير انا قلبي معاكي والله وربنا المستعان. ان شاء الله هلبي لك كل رغباتك باذن الله. الحاجه ليلى سلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. ازيك فضيله الشيخ؟ اهلا بيكي يا فندم. اتفضلي. الله يخليك. بسال حضرتك معلش. انا ما كنت في الحج وكنت لمؤاخذه بغسل رجلي وبض رجلي كنت بقى ساعات بحطها في الميه دي طول. هل ده غلط ولا صح؟ لا ولا حاجه يا ست ليلى الله يكرمك. الله يكرمك. دي طول اسمها طيب ولا برفان ولا الكلام ده يعني. طب تأمري. الامر لله. طب انا من طبيعه شغلي في بيجي لي ناس على قدهم. وانا حتى موظفه وظروفي على قد بس بحب ان انا اساعد على قد ما بقدر. يكرمك ربنا. وبطلب من زمايله محبه ليا كده اخد واساعد الناس اللي زي دي. ممتاز. معلش انا جالي شاب من مثلا من ايه يعني هو متجوز دلوقتي بس يعني ربنا يسامحنا ان هو شاب يعني كان في قريه اس او اس ده هم اللقطه دول. ايوه. فجه وحكى لي يعني وكده فانا عايزه وهو متجوز ومخلف هل انا لو نصحته اني بلاش يقرر الكلمات دي عشان خاطر بنته اللي لسه حاططها وكده يعني بلاش القصه دي انت ايه راي حضرتك؟ ده مهم جدا يا حاجه ليلى. مهم جدا ينسى خالص التاريخ ده. أيوة. والزمن ده ويعيش طبيعي يعني عشان الوصفه الممتده دي طبعا. فكنت عايزه انصحك كده فاضل باخد راي حضرتك. لا لا ضروري جدا جدا. وقولي له حتى لو هتعيش جعان او تموت من الجوع ما تقعدش تكرر الكلام ده. طيب ماشي. الله يبارك لك. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله. انا بستسمحكم الحقيقه لانه
الوقت معانا الحمد لله مبارك وكل شيء، لكن محتاجين نركز شوية في الإجابة، فهكتفي بالأسئلة النهاردة وإن شاء الله ده احنا مع بعض على طول بإذن الله سبحانه وتعالى. مرة تانية ست محمد ربنا يكرمها، وأنا بسأل في بتكلم في نقطة مهمة جدا قبل قصة فتح إذاعة القرآن على القرآن أو لا. الخوف من الله سبحانه وتعالى احنا فاهمينه غلط، احنا فاهمين الخوف من ربنا غلط. الخوف من سالم تفزع، ولما تشوفه تهرب وتقلق لما تعرف انه جاي. وكان زمان يقول لك ده احنا كنا بنخاف لما ابونا يجي البيت، ده ما كانتش تربية صحيحة. في احترام، تفرق احترام من خوف. افهم الاحترام طبعا، والزوجة تحترم زوجها، اعرف ده وافهم ده، والزوج في المقابل يرحم ويرحم الأولاد، يوقروا أبوهم وهو يرحمهم. ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويعطف على، ما هو نفس الكلام، هي حاجة مقابل حاجة. الكبير وقر إذا يعطف، مش كده ولا إيه؟ هو ده 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 التبادل في الأدوار. هو أنا عشان كبير وأولادي يوقروني أزود خوفهم، وما شوفش حد واقف قدام وشي وأنا داخل، ومحدش يقف ويقعد وانا واقف. ليه؟ لا، في حب يعمل ده بحب، ده قصة تانية وده المطلوب. تفسيرنا للخوف من ربنا غلط، احيانا بيبقى غلط. الخوف من ربنا كل شيء اذا خفت منه هربت منه الا الله، فانك اذا خفت منه فزعت اليه وهربت اليه. ففروا إلى الله، نفر ربنا يا رسول الله، يا ربنا، ما هو الأمر ده من ربنا، سيدنا النبي يقول لنا عليه، يا رب نفر إليك. نفر إليك ليه؟ أنا خايف من مين؟ ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. يعني أنت خوفك من ربنا يدعوك أنك تروح له، فتبقى خايف من إيه هنا بقى؟ خايف من البعد عنه، لأنك لما هتبعد، الابن الضعيف بعد عن حضن أمه، فتتلقفه العصابات، اللي يسرقوه علشان يجندوه في مخدرات، اللي يسرقوه عشان يبيعوا أعضاؤه. شفتوا القصة ازاي؟ لما في حضن أمه محمي، في رحمة، في رأفة. فاحنا لما نبعد عن معية ربنا يا ست أم محمد وهي كل مشاهدينا، تتلقفنا الشياطين اللي يجندونا عشان نبقى شياطين زيهم، شياطين الانس والجن اللي يبعدونا ويخلونا نغرق في الشهوات والملذات ونقع في المعاصي. يبقى الخوف من ربنا يا سادة هو خوف من البعد عنه، ان لما ابعد عنه لا غذاء ولا كساء ولا غيره هيحميني، ولا حد هيعطيني، ولا حد هيرحمني غيره. فالخوف من ربنا انك تقرب له، ولما تقرب له وتعرف ان هو احن عليك من والدتك، ارحم بالعبد من الام بولدها، تحبه اكتر. فهنا يدور العبد بين حب ظاهر وشوق الى الله والى لقائه. يحب يقوم يتوضى ويقف بين ايديه عشان عايزه، حبيبي عايز اروح له، عايز اقف بين ايديه. وبين خوف من البعد عنه حتى لا تتلقفني الشياطين. هو ده المفهوم يا ست محمد، الله يكرمك. ندعو الله ان يفهمنا هذا المعنى ونبقى زي الانبياء، يدعوننا رغبا ورهبا، رغب فيما عندنا ورهب من النار ورهب من البعد عنه حتى لا تتلقفهم الشياطين. فاللهم اجعلنا في معيتك الى ان نلقاك وانت راض عنا يا رب العالمين. اسمعي اذاعه القران طول النهار والليل، افتحوا القران وانتوا نايمين، بدل ما نفتح موسيقى ونفتح غناء ونحضر الشياطين واحنا نايمين، ويبقى الوكمان ولا بتاع الموبايل تحت دماغنا بنسمع اغاني واحنا نايمين. لا، افتحوا على القران واسمعوا، يجي الجن يسمع، طب ما الملائكه موجوده. الله، ما قالكيش الشيخ انك لما تقرأ آية الكرسي ربنا هيجي عليك حافظ لحد ما تصبحي، لا يضرك شيطان ولا يضرك غيره؟ فارجوكوا لا، بلاش هذا الكلام، الله يكرمكم. اخي اختنا رقيه ربنا يكرمك، لا مانع اطلاقا، والكلام للكل، ان انا بالشراب تقيل علامته ان لما بل ايدي مي وهنفضها، اهو انا بتوضى دلوقتي بليت ايدي مي
وهنفضها، انا مش عايز اجيب ميه احطه على الشراب، اي شراب حتى الكاكولا دي التقيله والبطانه والبتاع لو بليت ايدي ميه وحطيت ميه عليها احس بالبلل. انا عايزك تبل ايدك ميه وتنفضها وتمشيها كده وهي مفرجه كده مفتوحه كده صباع مفتوح مره واحده على وش رجليك المشط، لو حسيت بالبلل يبقى ما ينفعش المسح على الشراب ده. ما فيش بلل يبقى خلاص، مش حاسس بالبروده والبلل يبقى الشراب ما فيش مشكله. الشراب الشتوي الشراب الرياضي ينفع المسح عليه للرجل وللمراه. لبس اتوضيت الفجر ولبست الشراب واول وضوء بعد نقض وضوء نمت دخلت اسف التواليت ولا بتاع، يبقى اول ما هتوضى احسب بقى اتوضيت الظهر يبقى عند الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يعني نام بالليل يا مولانا واصحى الفجر امسح على الشراب. اه لو انت ليك نفس ولا قادر تنام بالشراب بتاعك بالليل انت حر، في ناس زي حالي ما يقدرش ينام بالشراب بالليل، لكن انت عايز تنام انت حر نام وامسح عليه لا يضرك. هقلعه امتى؟ لما احتاج الغسل بقى او تمضي الخمس فروض والله اعلم. اخي محمد الله يكرمك بيسال سؤال مهم جدا كتير جدا بنقع فيه. السؤال هو انه بنت خريجة صيدلة ولا ولد خريج صيدلة ولا طبيب صيدلي، يجي حد عايز يفتح صيدلية وهو مش صيدلي، عندي بيت وعندي فيه محل عايز اعمله صيدلية، فجأة اقول لبنت اخويا ولا بنت عمي ولا اي حد ولا حد موجود خد 500 جنيه في الشهر ولا اكتر ولا اقل وانا بس عايز اسمك على الصيدلية دي. خلي بالكو لو هتدار الصيدلية بشكل صحيح واقف فيها متخصص ما عندناش مشكلة، وتبقى الطبيبة بتشرف على دي وعلى دي وعلى دي ما يجراش حاجة. انما انا عارف ان الراجل ده هيوقف فيها انا اسف يعني دبلوم تجارة ودبلوم صنايع وهو اللي يبيع ويشتري في الناس ويقول لهم الدواء ده مش موجود بس في بديل ويطلع البديل سم ويقتل الناس، ما ينفعش. فالضمانة في القصة دي يا استاذ محمد الله يكرمك هو ان احنا نضمن ان هذا الـ 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 الواقف في الصيدلية فعلا كفء للوقوف في هذه الصيدلية وتضاف بشكل صحيح ويبقى لها اشراف مباشر. حاجة سهير قلبي معك وأسأل الله تعالى باسمه الأعظم أن يرد ابنتك عاجلا غير آجل لك ولطفليها ولطفلتيها الصغيرتين، وربنا يرضيها ويعوضها بالخير ويرحم أباها ويبارك لك في ابنك البر ويهدي لك ابنك العاق. ولو بيسمعنا دلوقتي أنا بقول لك الله يهديك ويسامحك، عقوق الوالدين سخط للرب ومن الرب سبحانه وتعالى لن تقدر عليه لا في الدنيا ولا في الآخرة. يا ريتك تستجيب وترجع لوالدتك وتبوس ايديها ورجليها وتطلب السماح منها والعفو منها. واحنا ان شاء الله هننزل الحلقات في البر بكرة وبعده، تابع يا امي الحلقات دي مهم جدا، بكرة وبعده هتشوفوا حلقتين اسمعوا حلقتين عن البر بإذن الله سبحانه وتعالى، بر الوالدين أرجو اسمعوهم. والجمعة والسبت بقى هتسمعوا حلقتين بإذن الله في حقوق الأولاد، عشان اللي بيتكلم عن ان احنا بس بنتكلم عن عقوق الأولاد للآباء، احنا هنتكلم كمان يوم الجمعة والسبت عن عقوق الأبناء الآباء للأبناء، فالاتنين جايين مع بعض كده وربنا المعين ويتقبل من كل، اللهم أمين. وزي ما اتفقنا يا حاجة ليلى حجكوا صحيح إن شاء الله، وقولي لهذا الشاب ما يقعدش يتكلم عن كونه كان في ملجأ والأخلافه وينسى القصة دي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، ونشوفكم بإذن الله على خير بكرة موعد الحلقة قبل هذا الموعد بساعة تقريبا، اللي ما شافش الحلقة من أولها يقدر يتابعها في الإعادة في الخامسة فجرا. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أمان الله.